السلام عليكم، شلونكم؟ شلون صحتكم يابي؟ يوم جديد وفيديو جديد، لا تنسونا من اللايك، والما مشترك بالقناة يشترك، واهم شيء لايك يا ولد. بداية فيديو اريد ان لايك مرتب مثل وجهك، و خلونا نوصل 5000 لايك. طبعا الحمر شوي شوي جاي يتحسنن الحمر. هاي مطيارهن وجاي لح عليهن، وان شاء الله باكر جوز افكهن. اليوم راح الح عليهن بالمطيار وباكر راح افكهن. بس نعم يردن هم حطن هاي سولتي، لازم واحد يخرحن. شو تسوي لهن؟ ما ادري، مشكلة هاي الحمر. بس هنا لا جاي يتحسنن ما شاء الله. دو كان انقلبات هناك، تو هني جن. اذا اجيب بيان بعد نيشان. بس شو تقولون يا ولد، نجيب مثل هين مثل كمرلي، لو نجيب زاج اللي هو فتشي، نجيب لنا زاج القندي، زاج البولندي، هيك نجيب لنا هيك اشياء شاملي. عندي صاحبي طير شوامل، اذا شوفنا جوز عنده مخاليف. بس هو هذا هو يريد شوامل ومنه بيطي. بس احنا نشوفه، شو تقولون يا ولد؟ شنو برايكم نجيب لهن نيشان مدام عندنا ارفلي؟ لان الارفلي ما اشوف ما جاي يسوي شيء. جيب لهن زاجي الشاملي احسن، عاد هذا يركضهن. هذا التور، حتى التور امس المغرب عفتهن، طيتهن الف برا وعفتهم، صعدت لقيت كلهم بالقفص صلوات كلهن. انا خفت على هذا الاصفر، قلت هسه خاف اروح، نوب لقيته بالقفص. يلا خلي دق الحمر دقه عدله، لان هيك جاي اصور ما اقدر. يردن هم حطن انه تو انطرح، حتى ما صارهن 5 دقائق، شو ينفصلهم من ساعه لخمس دقائق. يا اخي الحمر بويا والله يروجن بهي السوالف. يعني انا عبالي بس مولات انه طلعا، قلت لكم بالتعاليق كلها تقول حتى انا حتى انا يعني كلها هيك في السالفتي. بس قعدني خربان، قعدت يومين مو هواي. يلا نرجع عندك هنا نرجح نفصلهم. رجعن ان شاء الله ما يضلن هيك. هذا ثاني تار جاي يروح من عدي، بس مو من الجدد. لا طبعا يا ولد، راح ازوجهم بالخانات. حلو، راح ازوجهم بالخانات 3 ايام 4، ممكن راح ازوجهم. عندي كم طير، هذا مثلا ذبلنا على البيضه هاي، شوفوا على هاي البيضه، لان انا جبتها الهي على هاي البيضه. هذا اني عادي اي واحد يرد يزوجنا يزوجنا، والقائد القائد اطبقنا على هاي النافيه. وهذا عندي هذا هاي الرمانية اطبقها على الحبري. وين هو الحبري؟ وين راح هذا الحبري؟ هذا النملاتي اطبقهن. حلو، لان لو اطبق بس تجدد، لان جاي ارحم من عدي يا ولد، ما جاي ثبتن. التار لازم يزوج يلا يثبت بالسطح، جاي ارحم من عدي. يا ساتوا هذا البصفر اللي امس فكيناه راح، حرامات والله. كالضو راح، هذني كلهن دقيت لهن حله، لان يا ولد التار الجديد يريد يثبت الا بحله، وانا ادري بهاي السالفه. هاي حله جديده الهن، كلهن دقيت لهن حله، انا ادري بيهن الا حله يلا يثبتن. بس انا شنو قلت مدام خلي نجرب هيجي نثبتهن بدون حله. هسه هذا التار راح من عدي تو، لو زاوج لا ابد ما يروح، ما يروح. هسه ذا النتار تور 2 جاي يرحم من عدي، لو زوجات ما يرحم. وهذين كلهم ما شاء الله كلهم تور حلوه. شوفولي صلوات على محمد، الجسم شلون طويل والعيين بيضة اللي يقول تيدي. هذا الفعل راح ازوجه على ذيك النثيه،
حلو لو اطلع، لان هذا الفحل ما طاير عندي ولا مبين مال المطيار، فما ادري. شوفوا هذا الرماني ما ادري شلونه، يمكن راح اطلعه، راح اطلعه. مو هو لونه حلو ومكحكل، بس شنو لونه موشي، هذا مطياره موشي، فليش اخربه بذني كلين حلوات؟ حلو ذن كلين مال مطيار وحلوات، فليش اخربهن؟ انا جاي اثبت بيهن، بس هذا جاي قر على هاي النثيه، بلكت الله يزوجها. شوف 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 يا ولد، جاي قر عليها، بلكت الله يزوجها. هذين كلين طيور حلوات، كلين طيور حلوات، فما ادري جوز راح اردهن للقفص، خليهن زوجا. القائد اذب على هاي النثيه بخانه كم يوم ما اطلعهن، وهذا اذب على هاي نثي كم يوم ما اطلعهن، واريد الحبري مالي. الحبري وين سودني؟ وين يروح الحبري؟ وين راح الحبري؟ وين يروح؟ والله ما ادري وين يروح. هذا الحبري قبالش فيه، هذا الحبري حلو، اذب على هاي النثيه الرمانيه هذيك ام عيون السود، وهذا زوج عيون سود وعيون بيض القائد وهاي النثيه، وخلي اطبها للبرج واطبقهن هاي الطبقه. الطبقات طبقتهن، هذني زوج حلو، هذني زوج، بس اخليهن يومين زوجين واطلعهن، ما اطول بيهن. وهذني زوج، هذا الفحل الابيض جبته لهاي النثيه، نعم حلوات ترى حلو. وهسه ذني التور ما جاي يطبون، فراح احاول وياهن. يعني هذا يجوز راح اطلع على المكعكل، هذا المكعكل يجوز راح اطلعه حلو، فراح احاول وياهن التور. اذا طبن طبن، ما طبن اذا اخليهن يومين محبوسات على مود تعودن على المكان وزوجن، وانه بطلعهن، طلعهن بشكالهن فد 3 ايام 4 بس زوجن، قبل افتح اشكالهن بالمزاوج احسن شيء. التار اسان اقوى تثبيتين عندي، لو هلس لو مزاوج، اذن التثبيتين ماكو احسن منهن، فانا اريد اطيرهن، المستعجل عليهن يزوج والما مستعجل عليهن قبل يهلس. حلو، انا العام جبت لي وجبه هلستها بس طلع نسله طيرت، مالي غرض، لانه 41 يوم راح يبقى بالسطح مهلوس ويطلع نسله شوي شوي وبتبدا الدر، يعني الهلس فشي حلو يخبل، بس انا مستعجل عليهن تطيرهن، فشني احسن طريقه اذا مستعجل عليهن هي مزاوج، دق لي الحلات ونخلص منهن. هسه انا اريدهن يطبن حلو، خي طبن ويحبسهن يومين، يلا طلعهن على مود زوجهن وكملن واطلعهن. طلعت الحمر وكلهن برجتهن، هذا المكعكل هسه انا حرت اذا اطلعه ما ادري ما اطلعه، شو تقولون؟ بالله كتبوا لي بالتعاليق، ما ادري هسه حرت انا لو اطلع لو ما اطلع. هسه هنا جاي صعدن حلو، جاي صعدن الطيور، بس خي زوجن عشان بس يرتاحن للمكان، بس يشوفون الحلات هسه يبدن يقرن قبل زوجن، بيهن ثايه وبيهن فحله، وبعد اضيف انا الهن بعد اضيف، مو بس دني ساعدنا زوجين هناك، شيلهن بس زوجن نعقطن وياهن وبعدها ما اضيفن. سنشوفون هيك لكم، هيك مو احلى؟ شلونهن طيور حلوات ما قاصرات، بعد كله راح اجيبن هيك هيك اشكال، لا رمانيات ولا فتشي، كله هيك اشكال، عيون سود عيون بيض، ما يهمني انا، ما لي غلط بالعيون، الله شاهد ولا لي غلط بالعيون، عيون بيض عندنا هاي نثيه، بلكت الله تزوج هذا الفحل وهاي، بس بعد ما اضيف غيرهن، وهنا بس هذا اني راح ازوجهن هسه ما طبقن، بس تو طبقتهن وقلت خاف صغار خلي اطلعهن. شوفوا هسه ها يبدن الدخل للحلات وما عليهن اي شيء، انا هذني ردت اطبقهن بس قلت حرامات هذا اول موسم الهن طيرن، بس هاي النثيه اذا قرر عليها فحل قبل تزوج، ما ادري يمكن راح ازوجهن، ما ادري اخليهن، اقول ان حرامات اول موسم الهن طيرن، فانتم شو تقولون؟ اطبقهن بعد احنا طبقنا طبقنا، والله ما ادري حرت هسه انا اطبقهن لو لا،
اكتبوا لي بالتعالي وخلي اشوف انت عاليكم شو تقولون. السلام عليكم يا ولد، طالب فزعتكم، اريد فزعتكم اليوم بهذا الفيديو، اريد الكل تخلي لايك، خلي لايك بداية الفيديو وسوي اشتراك للقناة، ما باقي لنا شيء 3000 كي واقل 3000 حلو، وندخل 70 كي وان شاء الله ضام لكم مفاجأة كلش حلوة للمشتركين، فخلوا لنا لايك واشتركوا بالقناة وما باقي لنا شيء 70 كي، شيروا الفيديو شاركوا يا ولد، اريد ندخل باسرع وقت 70 كي، همتكم ويلا خلنا ندخل. اليوم فكرة من الهوير علو شين اليوم مين؟ عم من الهوير نفكر وان شاء الله مدرجين صوب القرنة. اي ولا تقولون شوية ذن البقع، ترى ذن البقع عندنا وعندنا نايمات على بيض ما جاي نفك بيهن، يلا هاي آه مال حق الونسي مال مسافات بعيدة ان شاء الله طالعين بيهن القرنة. والله ما ادري ذن الحمامات يا بجبتين فكيتين التور أربعة واحد ما صاحبي هذني من الهوير إن شاء الله راح أرجع بين صوب القرنة، صار لي ساعة طير بين وجبتين راح أفكهن. يلا هذني ردات ثلاثة والنثية بعد جاي طبقتها عود يا القائد، هاي النثية هذا القائد وهاي النثية وين الحبري وهذا الحبري وبعد النثية ما هي أقولكم ذن شو به النقص التور أربعة خمسة ستة أي والله بعد اثنين سبعة بعد واحد شنو هاي واحد ذابة بالش اسمه لا 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 هن ذن واحد اثنين وذني خمسة واحد هناك صحيحات صحيحات كاملات والله طاق قلب اقول انت وين راح بخلي برا رجل حمر وعلي في التور برا عاد اليكم الدبس من جديد بس عفتهن بلاي دبس مطيار انخرب كلهن شربتهن ماي بالدبس ان شاء الله نوب المطيار فول فولو على حسب اللي وصلوا النذية بعد ما بينت طبعا يا ولد انا هلكتهن هلك ورحت فكيتهن هلكتهن هلك بالمطيار ورحت فكيتهن حلو ف ما دام طيناهن دبس جوز بعد حتى مطير ما طير يا ولد راح نصفه بس على الحمر والله جوز حتى مطير بعد ما طير لا كثر التور حلو راح اطلع مخاليف ان شاء الله البرج راح اصير لي المخاليف بس طلع عندنا وجبه وين مخاليف سكفني ترايش وللمخاليف وذاك راح يظل التبزار هذا البرج راح يظل التبزار حلو شنو رايكم هذا البرج راح يظل التبزار وهذاك للمخاليف